انت عايز تقول حاجه؟ بقول لك ان اقول لكابتن هاني على حته الاداء الهجومي. يعني النهارده شفنا استحواذ وسيطره ووصول للمرمى كتير كويس، انتشار هايل النهارده وانتشار كويس جدا. ولكن لا لا، بالنسبه للانتشار احنا في كذا موقف كده في الكره العرضيه هو الانتشار ما كانش كويس قوي في الكره العرضيه. لا بتكلم الكوره معانا انما الكابتن عادل اتكلم على حته عدم التركيز. هل حته عدم التركيز هي اللي كانت تنقص لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا جول والتاني والتالت؟ فعلا يا كابتن، النادي الاهلي النهارده زي ما الكابتن علاء قال شكله يعني مطمئن. يعني انا احنا قاعدين بنتفرج مفيش الشده بتاعه كل ماتش قبل كده، ان احنا كنا خايفين ان النادي الاهلي يخش فيه جول او النادي الاهلي ان هو ممكن يتعادل. لكن النادي الاهلي النهارده شكله مطمئن لحد ما، ان انت بتلعب اللعيبه عندها اريحيه وبيأدوا بشكل كويس كويس، وفي انتشار النهارده وفي استحواذ، ويعني اللعيبه بتلعب براحتها. حته الفينش النهارده كابتن ايمن برده هي نفس المشكله بتاعه الماتشات اللي فاتت، لازم تستغل، يبقى في استغلال الفرص اكتر من كده. لازم احنا قلنا الراجل لازم، يعني مستر فايرو كنا بنتكلم كتير في الحته دي، ان الراجل لازم يشتغل مع الناس الفراوده، ان هو يشتغل على جون كتير. واضح جدا ان الفراوده بعيد عن الـ عن الـ عن الـ عن شغلهم على الجول، يعني بعيد. ان في ناس النهارده الانفراد بتاع بادجي باين قوي ان هو بعيد، يعني حاجه زي دي يا كابتن عادل ممكن تيجي لك في ماتش الوداد، ممكن تيجي لك كره واحده بس ممكن تخلص بيها الماتش. فلازم النهارده يبقى في استغلال اكتر من كده بالنسبه للفرص اللي بتجيلك. لكن الشكل العام يا كابتن ايمن، يعني انا شايف ان النادي الاهلي النهارده خد اللي هو عايزه من المباراه، قدر ان هو يستغل او يمتص الحماس بتاع اللعيب المقاولين من اول دقيقه في الماتش. في يعني شايف ان الدنيا كانت سهله النهارده في المباراه. النادي الاهلي زي ما قلت لك قدر ياخد اللي هو عاوزه. طبعا في حالات كتير عايزين نتكلم فيها بعد كده.